مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع، لكن يومي الأحد والاثنين هناك تغيرات كبيرة في درجات الحرارة، حيث ستشهد المملكة يوم الأحد ارتفاع كبير على درجات الحرارة، لكن يوم الاثنين ستشهد المملكة انخفاض كبير على درجات الحرارة. مشاهدينا بعد الفاصل نواصل وإليكم التفاصيل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. CFI المناصير للزيوت والمحروقات. قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير. تمويلكم شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ بيوم الأحد. يوم الأحد الأحوال الجوية المتوقعة، تسود الأحوال الجوية الخماسينية، ومعنى ذلك أحوال جوية خماسينية، أجواء حارة جافة مغبرة، أحيانا تظهر بعض السحب العالية والمتوسطة، ودرجات الحرارة يوم الأحد أعلى من معدلاتها ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية على الأقل، في حين أن معدل درجة الحرارة العظمى في عمان في مثل هذا الوقت من السنة هي بحدود 16 درجة مئوية. إذن أجواء مغبرة حارة جافة في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 29، الوسطى 26 والصغرى 10، في المرتفعات الجنوبية 25-9، وفي الأغوار 33-34 إلى تقريبا 5 إلى تقريبا 22 درجة مئوية. العقبة 36-17، وأيضا عندنا البادية الجنوبية الشرقية 28-14، وأيضا البادية الشرقية 31 إلى 16 درجة مئوية. الأجواء مغبرة لدرجة أنها تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير، خاصة في الطرق الصحراوية وبالذات الصحراوية الجنوبية والشرقية من المملكة. لكن يوم الاثنين إن شاء الله، يوم الاثنين يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة، وبالتالي تعود درجات الحرارة يوم الاثنين حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. أيضا يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة في الجو. الأجواء في المناطق الشمالية غائمة جزئيا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية أحيانا، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 18 والصغرى 12، المرتفعات الوسطى 16-7، والمرتفعات الجنوبية 15-6، والأغوار حوالي 29 إلى 15 درجة مئوية، والعقبة 28 إلى 14، والبادية الجنوبية الشرقية 22-7، والشرقية 27 إلى 8. طبعا الأجواء أثناء الليل راح تكون باردة، وأيضا تقريبا في فترة الصباح الباكر، لكن بتكون درجات الحرارة حول معدلاتها، وهنا أيضا يخف تأثير الغبار تدريجيا يوم الاثنين، ويتحسن مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. يوم الثلاثاء أيضا أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، درجات الحرارة تقريبا حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، لكن الأجواء باردة نسبيا ليلا في المناطق الشمالية 18 إلى 10، الوسطى 16 إلى 8، والمرتفعات الجنوبية 14 إلى 6، والأغوار 26 إلى 15 درجة مئوية، والعقبة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكنها تميل للبرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، الصغرى 14 درجة والعظمى 25، البادية الجنوبية الشرقية 19-9، والبادية الشرقية 20 إلى 12 درجة مئوية.
يوم الأربعاء. يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، وأيضا تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. المناطق الشمالية العظمى 18 والصغرى 9، عمان والمرتفعات الوسطى 15-8، المرتفعات الجنوبية 12-6، والأغوار 24-14، وخليج العقبة 24-15، والبادية الجنوبية الشرقية 18-6، والبادية الشرقية 24-9 درجات مئوية. يوم الخميس إن شاء الله في ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى قريبة من معدلاتها، أجواء غائمة جزئيا يوم الخميس، في فرصة لسقوط بعض الأمطار واحتمال لبعض المناطق الجنوبية. المناطق الشمالية 18-11، والوسطى 15-8، الجنوبية 13-8، الأغوار 27-17، وخليج العقبة 26-17، والبادية الجنوبية الشرقية 18-8، والبادية الشرقية 20-11 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم ارتفاع واضح على درجات الحرارة، أجواء تقريبا لطيفة في النهار، تميل إلى البرودة ليلا، أجواء مشمسة نهارا، باردة نسبيا ليلا. المناطق الشمالية 21-13، المناطق الوسطى 19-11، والمرتفعات الجنوبية 16-11، الأغوار 30-20، خليج العقبة 29-20، والبادية الجنوبية الشرقية 21-10، والبادية الشرقية 23-13 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نتمنى لكم أياما سعيدة وموفقة، ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، CFI، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، تمويلكم، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. سيتي مول، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم.